فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل، يقول وضعت فلة لأجل البيع وعرضتها للبيع منذ سنوات ولكنها لم تباع، فهل عليها زكاة؟ نعم، ما دمت تنويها للزكاة كل ما مر عليها سنة تثمنها وتزكيها. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.